السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة فرعون موسى. حلقتنا اليوم هو شرح مبسط لتاريخ مصر القديمة اللي هي الفرعونية، وذلك لأن كثيرا ما نستخدم في الحلقات مصطلحات زي الدولة القديمة، الدولة الحديثة، الدولة المتوسطة، أو الأسرة رقم كذا. لذا سنشرح في هذه الحلقة على عجالة معنى هذه المصطلحات، وهنبدأ الحكاية دي بقصة. هيكون أحد أفرادها معانا الراجل ده بطليموس التاني، وده كان في عصر البطالمة، والراجل ده أمر الكاهن المصري مانيتون، اللي هو الراجل ده اللي لابس في يونكا، وكان مانيتون ده كاهن في أهنيسيا، بكتابة تاريخ مصر. الكلام ده كان سنة حوالي 280 قبل الميلاد. مانيتو خد الموضوع على كتافه وقرر انه يجمع كل السجلات والوثائق الحكومية اللي كانت موجودة في مصر ومتخزنة في المعابد. وطبعا مصر من زمان بلد الورقة والقلم، كل شيء موجود في مصر بيبقى متسجل، بيكون متسجل ومحطوط ومحتفظ بيه، بلد بيروقراطية لحد ما، بس ده كويس لانك بتعرف تجمع التاريخ بتاعك مرة تانية. وزي ما قلنا مانيتون جمع كل السجلات اللي موجودة في المعابد وعمل كتاب سماه الإيجيبتيك. للأسف الكتاب ده ضاع، وفي ناس بتقول انه اتحرق في حريق اللي حصل في مكتبة اسكندرية، لكن في مؤرخين اقتبسوا منه، منهم يوسفوس اللي احنا استشهدنا بيه في حلقة فاتت، وفي كمان المؤرخ اليوناني جاليليوس والمؤرخ اليوناني افريكانوس. مانيتو قسم حكم مصر لعصور كتير، وقال ان هي تقريبا بيبدأ من 36,000 سنة، منها عصر الآلهة وعصر الملوك الأقوياء وعصر حورس وغيرهم كتير من العصور. بس كل الكلام ده ما يهمناش في الموضوع، اللي بيهمنا اللي هو عصور ملوك الأسرات اللي احنا بنسميه العصر الفرعوني، ودول قسمهم مانيتو ل31 أسرة. كان بدأ العصر ده بالملك مينا نارمر موحد القطرين، وبينتهي بدخول الإسكندر المقدوني مصر وهزيمة الدولة الإخمينية اللي كانت محتلية مصر في التوقيت ده. في العصر الحديث التزم مع علماء المصريات بالتقسيم اللي مانيتو عمله، فقسموا برضو الأسرات الفرعونية ل31 أسرة، ولكن في خلال ال31 أسرة دول قسموهم لعدة عصور. العصر الأول كان عصر الأسرات المبكرة، وده بيبدأ مع وده بيكون في معانا الأسرة الأولى والتانية، وبيبدأ معانا بالملك مينا نارمر موحد القطرين، وهو أبرز ملوك العصر ده. العصر الثاني هو عصر المملكة القديمة، أو الدولة القديمة، وده بيكون في معانا الأسرات 3 و4 و5 و6. والعصر ده مميز بأن هو عصر بناة الأهرام، والموجود فيه مجموعة من أبرز الملوك مصر عبر تاريخها. ففي العصر ده اتوجد ملوك عظماء زي زوسر، سنفرو، خوفو، خفرع، منقرع، أوسر كاف، بيبي الأول، وآخر ملوك العصر ده كان الملك بيبي الثاني. 3. عصر الاضمحلال الأول، والعصر ده كان فيه الأسرات 7 و8 و9 و10. كان فيه مجموعة من ملوك مصر الضعاف لما قامت ثورة شعبية ضد الملك بيبي الثاني. ملوك الإقطاعيات، اتحولت مصر لإقطاعيات وكل إقطاعية لها ملك، فكان في أكتر من ملك في وقت واحد، وكان في أكتر من أسر بتحكم في أكتر من مكان في وقت واحد، فمصر بشكل كبير اتقسمت لمجموعة من الدويلات. والعصر ده كان بيتميز بسيطرة الإقطاع، وكمان بيتميز بالمحتوى الأدبي العالي اللي كان موجود فيه. 4. عصر الدولة الوسطى،
وده بيبدأ معانا بالفرعون أو بالملك منتحتب التاني في الأسرة الـ11. وعصر الدولة الوسطى كان فيها الأسرتين الـ11 والـ12. طبعا قلنا عصر الاضمحلال الأول كان فيه الأسرات 7 و8 و9 و10. في عصر الدولة الوسطى كان أبرز الملوك كان عندنا منتحتب التاني من حق ابن محات، وطبعا أعظم ملك فيهم كان الملك سوناسرت الثالث. 5 عندنا عصر الاضمحلال التاني. وعصر الاضمحلال التاني ده كان فيه الأسرات من أول 13 لحد الأسرة 17، ودول كانوا بيحكموا مع بعض بالتوازي، مش كلهم في وقت واحد، أحيانا أسرتين أو 3، فكانت مصر متقسمة. اللي بيميز العصر ده إن ده العصر اللي كان فيه الهكسوس، والهكسوس كانوا مكونين فيه الأسرات 15 و16. آخر أسرة فيه كانت الأسرة 17، ودول اللي ظهرت فيهم المقاومة اللي كانت ضد الهكسوس، وكان أبرز ملوكها سكننع وكاموس، وآخر ويعتبر اللي بعد الملك كاموس على طول الملك أحمس، ده كان مؤسس الأسرة 18 واللي بدأ معنا عصر الدولة الحديثة. ودي بتبدأ معانا من أول الملك أحمس، وفيها الأسرات 18 والـ19 والـ20. آخر ملك فيها كان الملك رمسيس الثالث. وبعض المؤرخين بيكملوا في الأسرة دي في الدولة دي لحد نهاية الأسرة الـ20، لكن احنا هنبدأ بالأشهر، وهو إن بدايتها كان بقهر الهكسوس الفرعون العظيم أحمس الأول، ونهايتها رمسيس الثالث، وكانت بتضم الأسرات زي ما قلنا 17 و18 18 و19 وال20، وفيها مجموعة من أبرز ملوك مصر، أحمس وتحتمس الثالث ورمسيس الثاني وحتشبسوت حتى أخناتون وتوت عنخ آمون، كلهم كانوا بينتموا للعصر ده، عصر الدولة الحديثة. 7 عصر الاضمحلال الثالث. وده كان بيضم العصر، آسف، بيضم الأسرات من 21 لـ25. العصر ده بيتميز إن مجموعة كبيرة من الحكام الأجانب حكموا في مصر، فعندنا الأسرة 22 والأسرة 23 كانوا من التنحو، ودول اللي هم الليبيين، وبدأوا احتلوا مصر في عصر الفرعون شيشانك. بعد كده كمان في كمان الأسرة 25، والأسرة 25 دول كانوا من النوبيين، وأول ملوكهم كان بعنخي، ولكنهم انهزموا واتطردوا من مصر. بعد كده أسسوا مملكتين، واحدة في نبتة وواحدة في مروي. الأسرات اللي هما 22 والـ23 كتير بيقول عليهم ان هما مصريين، صحيح ان اصولهم بترجع للتمحو او بترجع للليبيين، بس شيشانك لما جه حكم مصر كان هو من الجيل الـ11 له، من الناس اللي هما عاشوا في مصر. بعد كده عندنا اخيرا 8 العصر المتأخر. وده بيبدأ معانا من أول الأسرات 26 لحد الأسرة 31. اللي أسس العصر ده كان الأسرة 26، كان الملك إبسماتيك الأول، هو أعاد توحيد مصر. بعده بعد الأسرة 26 الإخمينيين. الإخمينيين دول بيقولوا عليهم بينتموا لوسط ممالك الفرس. الإخمينيين دول اللي هما الفرس، او واحده من الممالك بتاعت الفرس، كان اول ملك ليهم اللي هو كورش، وجه احتل مصر، ودول كانوا مكونين في مصر الاسره 27. بعد كده مصر في عهد المصريين اعتبروهم ملوك ليهم، واسسوا لهم الاسره 27 زي ما قلنا من لحظه بسيطه كده باسمهم. المصريين طبعا حاولوا المقاومه، انتزعوا فترات استقلال،
فكان في حكام زي بيتو ياسيس وابسماتك الرابع نجحوا ان هم يستقلوا في مصر، لكن كانت فترات قصيره جدا لحد ما جه سائر اسمه اميرة تيوس. اميرة تيوس نجح في السيطره على منف وطرد الفرس وكون لوحده كده الاسره 28، لكنه انهزم قدام خليفته نفرتيس واتقتل في المعركة دي، ونفرتيس ده أسس الأسرة 29. واستمرت مصر حرة في عصر الأسرتين 29 والتلاتين لحد آخر ملك لما جه لمصر كان نختنبو التاني. وبعدين الإخمينيين نجحوا مرة تانية في السيطرة على مصر، وبقيت الإخمينيين كونوا الأسرة 31، ودي كانت آخر أسرة مانيتو. احنا ممكن نضيف عن مانيتون ده قالوا الأسرة 32 دي كان الإسكندر الأكبر وأخوه فليبوس وابنه، وبعدها العصر البطلمي أو الدولة البطلمية ودي كانت الأسرة 33، وبعدين لما آخر ملكات البطالمة كيلوباترا السابعة اللي هي كانت حبيبة أنطونيو وعشيرة يوليوس قيصر انهزمت في معركة أكتيوم سنة 30 قبل الميلاد، أصبحت مصر ولاية رومانية لحتى الفتح العربي على إيد عمرو بن العاص. وطبعا كان شريك كليوباترا السابعة في الملك كان ابنها بطليموس الخمستاشر، ودي كانت آخر ملكة مستقلة لمصر لحد الفتح الإسلامي، وبعد كده لما اتكونت ممالك زي طولونية. الملخص مرة تانية سريع، كان عندنا عصر الأسرات المبكرة، الأسرة الأولى والتانية، عصر الدولة القديمة التالتة والرابعة والخامسة والستة، عصر الاضمحلال الأول السابعة والتامنة والتاسعة والعاشرة، عصر الدولة الوسطى الأسرة الـ11 والأسرة الـ12، عصر الاضمحلال التاني الأسرة الـ13 والـ14 والـ15 والـ16 والـ17، عصر الدولة الحديثة الـ18 والـ19 والـ20، عصر الاضمحلال التالت الـ21 والـ22 والـ23 والـ24 والـ25، العصر المتأخر 26 لحد 31، وزي ما قلنا نقدر نضيف كمان الإسكندر المقدوني، ونقدر نضيف كمان الدولة البطلمية. مرة تانية عندنا 8 عصور 33 أسرة، أول ملك مينا، آخر ملك مصري كان نختنبو الثاني، آخر ملك عند مانيتون كان داريوش الثالث الإخميني، آخر ملك قبل الرومان كان كيلوباترا. عندنا مجموعة من العصارات الأجنبية، العصارات الأجنبية كان في عندنا الأسرة الـ15 والـ16 دول كانوا الهكسوس، الـ22 والـ23 دول كانوا التمحو أو الليبيين، الـ25 كانوا الكوشيين، والأسرة 27 والأسرة 31 كانوا الإخمينيين. وطبعا زي ما قلنا الإسكندر والبطالمة. آخر ملكة زي ما قلنا مرة تانية كانت كيلوباترا، وكان ابنها بطليموس الـ15 بيساعدها في الحكم. ولهنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.